case. إذن كينيماتكس هي علم الحركة، حركة الجسم بغض النظر عن الفورسز اللي بتأثر عليها. لو جينا اطلعنا على البيسك جيرني اللي بتصير في المصاعد، هاي بتختلف عن الروبوتكس اللي أخذنا الفصل الماضي، كنا نحكي عن الكوينتيك وفي أسباب ليش ما بنستخدم الكوينتيك هون. الكوينتيك بولينوميا للديسبليسمنت، مزبوط، هناك حكينا. هون راح أرسم، أنا راح أبدأ بالجيرك، فراح أحط هذه هون جيرك as a function of time. هلا إحنا كل ما قدرنا نخلي نطلع بالديريفاتيفز والديريفاتيفز نخليها فاينايت بكون مور كومفورتبل. الديريفاتيف الجيرك هو الديريفاتيف لمين؟ للاكسلريشن. الاكسلريشن ديريفاتيف للفيلوسيتي، والفيلوسيتي هي الديريفاتيف للديسبيسمنت. فراح نيجي على الجيرك هون، الجيرك راح احطه بهذا الشكل، راح اخذ هلا فاينايت جيرك فهون عندي بلس جي ماكس في سبب ليش رسمت هذا هون اللي راح تشوفه لما نرسم الـ velocity against time profile. خليني أصغره شوي عشان يوسع معي. أو خليني حتى أنزل لتحت. راح أبدأ بالجيرك هون. وعندي راح أخذ هاي plus 1 0 minus هذا الجيرك against time، فهذا J of T. لو كاملته إيش بعطيني؟ بعطيني الأكسلريشن. فلو جينا هون مثلاً رسمنا، رح نأخذ هون A as a function of time وهذا J as a function of time. إذا كاملت الكونستنت بعطيني لينير من هون، فخلينا نفترض إنه بيطلع لهون. بعدين تكامل الزيرو بعطيني كونستنت. فأنا في قضيت فترة هون عمالي بعمل فيها acceleration، trapezoidal acceleration. بعدين بنمشي لحد هون، هلا إذا جيت على النقطة هاي رح يكون عندي هيك وهيك. ولاحظوا هون بدينا بزيرو acceleration وانتهينا بزيرو acceleration. ناخذ هلا ناخذ v of t اللي هي speed رح نتحرك فيها v. هلا اذا اشتقيت، اذا كاملت التي، نعم تفضل، اذا كاملت التي ايش راح يعطيني؟ تي سكوير. فراح نيجي هون مثلا هذا راح احط جنبه تي سكوير بين قوسين، وبعدين خلال الفتره هاي راح تزيد عندي السرعه بخط مستقيم لاني بكامل كونستنت من هون، وبعدين هون راح يصير عندي ايش اللي تحت؟ بعدين عندي هون الاكسلريشن زيرو، اذا الاكسلريشن زيرو ايش تكون السرعه؟ كونستنت. فبتضلها السرعه كونستنت خلال الفتره هاي لحد ما اوصل النقطه هذه من هون، من هاي النقطه لهاي النقطه راح يصير عندي هيك هون، وبعدين من هاي النقطه لهاي النقطه. تمام؟ هذا ميزته الكيرف على اللي شفناه مثلا في الروبوتكس فرضا، اني بقضي فتره منيحه وانا على التوب سبيد فبقدر اقطع مسافه، بدل ما انا اوصل التوب سبيد لفتره بسيطه وبعدين ارد انزل مره ثانيه. هذا اللي بصير معي في اذا كان بولينوميال واحد. هلا ممكن انا ابني بولينوميال واحد يغطي الجيرني كلها. اوكي ماشي، واضح، فاهمين؟ بدل ما اعمل عدد بولينوميالز، هذا عدد من البولينوميالز اللي وصفوا السرعه، هذا ايش؟ تي سكوير. هذا تي، هذا ماينس تي سكوير، هذا كونستنت ماينس تي سكوير ماينس تي بلس تي سكوير. فمشكلتي هون حتى اوصف الفي هذا رياضيا راح يغلب لي شوي، لاني بدي اعمله بيس وايز، بيس وايز مش هيك، بيس وايز ديسكريبشن، مش بدي اسمي الفترات، بدي اوصف الفتره هاي واحط لها الفانكشن، بدي اسمي الفتره هاي واحط لها الفانكشن. بس هذا فعال جدا من ناحيه اني اقطع اكبر مسافه ممكن على اعلى سرعه ممكن.
خلينا نطلع على شو حقق لنا هذا. حقق لي finite jerk. الفاينايت جيرك بعطيني comfort. نكتبهم comfort for passengers. إذا هذا الكيرف أو هذا الأسلوب أو هاي الاستراتيجية اللي إحنا اتبعناها في الانتقال من مكان لمكان، مش انتقلنا من مكان لمكان، إيش المسافة اللي أصعناها displacement، كيف بقدر أحسبها؟ اللي هي الأريا تحت هذا الكيرف، مش هيك؟ فالأريا تحت هذا الكيرف راح تعطيني displacement النهائية اللي أنا مشيت. بديت بزيرو سبيد وانتهيت بزيرو سبيد. بديت بزيرو acceleration وانتهيت بزيرو acceleration. بقدرش أقول إني بديت بزيرو جيرك لأنه هو undefined الجيرك عند النقطة هاي. ومشتقته إيش راح تكون هون؟ impulse. بس الجيرك فاينايت. إذا ميزة هذا الادفانتجز لهذا الكيرف. نقول الادفانتج لهذا الابروتش. واحد فاينايت جيرك. والفاينايت جيرك راح يؤدي إلى passenger comfort. الجيرك هو مشتقة الاكسلريشن. إذا عندي هون J of T هي A dot of T، و A of T هو V dot of T، و V dot of T هي T dot of T. ماشي أوكي؟ مشتقة الاكسلريشن هي الجيرك. أنا بدي أحافظ على جيرك in finite jerk. مش هذا finite؟ على فكرة مشتقته هذا مش finite، مظبوط؟ ليش؟ مشتقة هذا ايش؟ A series of impulses. والإمبلس ارتفاعه infinity. احنا مظبوط بنرسمه، بس بنرسم السهم يعني بنقول انه هو رايح، هو اشي نظري طبعا، في الواقع مش رح اقدر اجيب اشي ارتفاعه infinity. بس لما بعمل finite jerk هذا بعطيني comfort، يعني بيساعد الشخص اللي راكب في المصعد انه يكون comfortable، مرتاح. في ارتباط ما بين قيمة الجيرك والراحة اللي بيشعرها المسافر. نعم، معنى الفيزيائي للجيرك. لو انت واقف في باص والباص ماشي والسواق الباص قرر انه بده يوقف، في عنده اكثر من خيار يوقف. بامكانه فجأة يدعس على دعسة البريك ويعمل فورس، بريكنج فورس على هذا، مظبوط؟ مش بيقدر يعملها بسرعة ويروح على الاكسلريشن المطلوب بسرعة. افرض هو عنده 200 متر بده يوقف فيهم، شاف راكب اشر له، الراكب اللي اشر له بعيد عنه 200 متر. هلا بامكانه الدعاسه تبعته، مش بده يدعس بريك، والبريك رح تتحول لفورس، مظبوط؟ والفورس رح يؤدي لديسلريشن. لكن هو عنده اوبشنز كثيره. بامكانه شافك بالمرايه انك انت واقف ومش ماسك، شو بيقدر يعمل؟ بيقدر يدعس شوي شوي. هلا بعد ما دعس ووصل الدعس اللي بده اياها على البريك ضل عليها هيها، بس الزمن اللي اخذه حتى يوصل هاي الدعسه مش كان هو عنده خيار ثاني يعمل ايش؟ كان بيقدر يعمل، مش كان بيقدر يعمل هيك؟ كان في عنده خيار يعمل هيك ويعمل هون هيك. بس لو انه عمل وزاد هذا السلوك شو كان راح يصير بالجيرك؟ راح يصير اعلى. هلا الفتره اللي هو داعس فيها على البريك هذه مش جيرك، اوكي؟ الفتره اللي داعس فيها هو على الجيرك هون زيرو، هاي الفتره اللي هو داعس فيها على البريك بعد ما وصل الاكسلريشن. هاي الفتره انت انتبهت انه اخذ وقت حتى هو بدا يعمل، لحقت ومسكت وحطيت ايدك ومسكت الهاي، فخلال الفترة هاي ما عندك مشكلة. بس انت لو انك مش منتبه وهو فجأة دعس على البريك، يعني دعس على البريك ووصل نفس القيمة بس واخذ وقت اقل حتى وصل، مش كان ممكن انت ما انتبهت وقعت؟ بس انت لانك انتبهت وعملها شوي شوي اثرت لها. ماشي واضح؟ هو الريت اوف تشينج اوف اكسلريشن، يعني قديش الفترة اللي اخذها، قديش السرعة اللي اخذها حتى يدعس هذا البريك. نعم تفضل. علي صوتك. الابروتش اللي احنا عملناه هون انه احنا عمالنا بنحاول نقضي اكثر وقت ممكن على الريتد سبيد، على التوب سبيد. هذا لو انه محرك حقيقي، لو انه اندكشن موتور مش في له توب سبيد ما بقدر اتجاوزها، مظبوط؟ مش انا غلبت حالي ورحت شريت هذا المحرك وصرفت عليه مصاري وحطيت له فاريبل سبيد درايف وعمالي بقول انه هذا المحرك ممكن يوصل 1500 ار بي ام وفي جير وهذا، ليش اروح اقضي وقت بسيط جدا المحرك هذا على السرعه هاي التوب سبيد ومعظم وقتي عم بتسارع بالنسبه له وبتباطى بالنسبه له؟ هذا الابروتش البديل. الابروتش البديل اني ما اعمل هيك. الابروتش البديل اني اجيب بولينوميال واحد وراح يكون كوادراتيك، مش هيك؟ بحاله الفيلوستي اصلا راح يكون كوادراتيك. انا بامكاني اجيب بولينوميال واحد
المحرك تبعي ما بقدر يتجاوز هاي السرعة. فالفيلوسيتي البولينوميال تبعها تي تو ذا فور، وهذا بولينوميال واحد من البداية للنهاية. هذا مش بولينوميال واحد، مش فانكشن واحدة، هي عدد من الفانكشنز. مين أحسن؟ ليش؟ لأني استفدت. على فكرة هاي المساحة لازم تكون نفس هاي المساحة، مظبوط؟ مش بدي أقطع نفس المسافة. إذا هاي المساحة نفس هاي المساحة، المنطق بيقول إنه الزمن هذا رح يكون أقل بكتير من الزمن هذا، لأنه أنا هون إجيت تفلسفت، قلت أنا بدي أعمل بولينوميال واحد، لأنه سهل أعمل بولينوميال واحد T4 ما بغيره، بضل نفس البولينوميال من البداية للنهاية. رياضيا هذا سهل وحلو، مظبوط؟ بس الثمن اللي دفعته إنه المحرك اللي تغلبت فيه وبنيته وهذا ما قدرش استفيد منه بالتوب سبيد تبعته غير هون. لكن هذا هون قلت أنا بدي أطلع بالأكسلريشن تبعتي، طبعا اكسلريشن مقبوله، انا ما بدي احط اكسلريشن هائله بحيث انه يوقع ما يقدرش يمسك، نحط احنا اكسلريشن مقبوله، بس بدي احاول اوصل هاي السرعه باسرع ما يمكن عشان استفيد من المحرك هذا اللي دفعت عليه مبلغ هائل. هون هاي على فكره مرتبط ارتباط وثيق بالروبوتكس. مين ماخذ كان روبوتكس حكينا عنها المره، تذكر حكينا عن الكوينتيك بولينوميال. هلا فعليا في الواقع ما بيقنعوا على الكوينتيك بولينوميال، هو الكوينتيك بولينوميال كوينتيك لمين؟ للديسبيسمنت على فكره، فكوادراتيك للسبيد، كيوبيك للاكسلريشن، كوارتيك عفوا مش كوادراتيك، كوارتيك الرابع، كوارتيك كوادراتيك يعني سكند اوردر. هاي البولينوميال حلو جيد وسهل، سهل نحسبه. هذا طبعا اصعب بكثير، رح تشوف المعادلات اذا كتبنا المعادلات رح تكون اصعب، بس هذا هو المطبق في الواقع. اوكي، اذا نبدا هون نحكي نحط شو الميزات تبعت هذا الابروتش. نعم تفضل. ايش ارسمه عفوا؟ مدام رسمت الجيرك تربيعي مثلا، مش هون احسن؟ ممكن. هلا انت بامكانك تعمل اللي بدك اياه، الابروتش اللي بدك اياه اللي حكيت عنه انه يكون ديك بولينوميال، الجيرك رح يكون تربيعي، وما رح يكون في سيجمنتس، رح تلاقي معادله واحده له من البدايه للنهايه. رياضيا جميل هذا، بس مش هذا المطبق في الواقع. المطبق في الواقع هذا احسن بكثير كابروتش. المسافة اللي بدي اقطعها هلا هون ممكن اضل ماشي لمدة 20 متر 30 متر على هاي السرعة، بعدين ببدا برد بنزل مرة ثانية. اذا خلينا نحط الادفانتجز تبعت هاي فاينل جيرك، هلا زيرو فاينل اند انيشال فيلوسيتي. طبعا زيرو فاينل انيشال فيلوسيتي واضح انها ضرورية، مش هيك؟ بدي ابدا من زيرو سبيد عشان الناس يقدروا يطلعوا، وبدي انتهي بزيرو سبيد، ما معقول اقول للناس نطوا وهو بيتحرك، ملهاش معنى. اوكي، وكمان عندي زيرو فاينل، وهذا رح يعطيني سموث. زيرو فاينل اند انيشال اكسلريشن. هلا النقطه المهمه الثالثه، سبينز ا لوت اوف تايم ات في ريتد، فهذا ريديوسز جيرني تايم. هذه ميزة الابروتش هذا اللي موجود. خلينا اخر شيء نختم نرسم شكل الديسبيسمنت. هلا الديسبيسمنت ما راح ينتهي بزيرو، ليش؟ راح يبدا بزيرو بس ما راح ينتهي بزيرو، لانه ايش هدفي انا من كل الشغل اللي اشتغلته؟ بدي انتقل. اذا رحت بديت بزيرو ديسبيسمنت وانتهيت بزيرو ديسبيسمنت، رجعت على المكان اللي انا بديت منه، ما استفدنا. اذا نرسم هذا الخط، نحاول نرسمه. هلا مش سهل رسمه لانه في عندي كيوبيك، بس بدي احاول ارسمه بالنظر باحسن ما يمكن، احسن ما بقدر. هلا نرسم الخطوط المقطعة، عندي هون خط مقطع، هذا رح يكون كيوبيك، هذا رح يكون سكوير، هذا رح يكون كيوبيك. بعدين لاحظوا عندي كونستنت سبيد، على الكونستنت سبيد كيف بنتقل؟ بخط مستقيم، مش هيك؟ فتقريبا خلينا نرسم، نبدا نرسم الخط المستقيم. فلو رسمنا هذا الخط المستقيم، احاول ارسمه، هي واحد اثنين ثلاثة، خليني ارسمه بهذا الشكل. شوف اذا بزبط معنا هون. هلا هذا الكيرف مش راح يبين كثير معي الفرق بين الكيوبيك والسكوير، بس هو هذا راح يكون الجزء تي كيوب، هذا تي سكوير، هذا تي كيوب، هذا تي. هون راح يرجع عندي نفس الشيء هون.
يمكن كان الأحسن أنا رسمت هذا هيك أرسم. بس أنا مش قادر أفرجيكم بالضبط الديفرنس بين السيجمنت، وطبعا هذا لازم يكون هون تانجنشال. يمكن هاي الرسمة أرتب شوي، وهي هون هاي الديسبليسمنت الكلية اللي حققتها توتال ديسبليسمنت. فأنا انتقلت من مكان لمكان، هاي الجيرني تبعتي. فالجيرني أنا كان هدفي أنتقل مسافة مقدارها دي تي، دي توتال. حطيت توب سبيد، توب أكسلريشن، توب جير، ريتد جير، ريتد أكسلريشن، واستفدت من الأشياء هاي الثلاثة اللي موجودة هون. حققنا هذا راح يعطيني طبعاً زيرو فاينل فيلوسيتي وإنيشال، هذا راح يعطيني سموثنس. حتى المحرك كمان راح يعطيني سموث، لأنه التوركس أو الفورسز راح أداخل ريزنبل فورسز وريزنبل توركس، وهون بخفف الزمن المطلوب. إذا هاي الجيرني اللي موجودة هون، هاي الجيرني اللي راح نعتمدها.